احمد حويطي الى عبد الله ادريس، يلعب كره بين يا تامر السياب، راح راح راح، جول 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 جول. هذا هو الولد ابن القدس تامر السياب، هذا هو الفنان تامر السياب، صانع الفرحة صانع الفرشة، ملك المهارة في الهلال، يسجل أول أهداف هذه المباراة بعد كرة بينية شديدة خلف المدافعين، ينفرد وبهذه الصورة لن يضيع تامر السياب. 8 أهداف، الهدف رقم 8 للاعب صاحب 25 سنة تامر السياب. اليوريدات، كرة بينية جميلة عن طريق اللاعب حويطي، وانطلاقة تامر السياب بهذه الصورة، ومن ثم يسكن كرة في الشباك، 1-0 لمصلحة الهلال. أكيد نحتاج لأن نشاهد مباراة جميلة، مباراة أهداف، مباراة فرجة، مباراة فرص، مباراة فيها ندية بغض النظر عن وجوده في الدوري المركز 7 و8، لن يقدم ولن يؤخر الكثير، وبالتالي 1-0 بهذه الصورة، بهذه اللقطة، وبهذه القدم، قدم الموهوب تامر السياب. أحمد حويطي، درويش إلى تامر السياب، خطير عند فادي، خالد سالم، خالد يا خالد، جول 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 ثاني للهلال. وهذه هي الرسالة، لك السلام يا سيف يا سالم، لك السلام، لك السلام إن شاء الله يا سيف يا سالم، إهداء إلى روح المرحوم سيف سالم، قريب خالد سالم، لاعب المركز سابقا وابن مدينة طول كرم. إذا سيف سالم، لك السلام من خالد سالم. سبحان الله، هدف كان يحتاجه خالد سالم لإيصال هذه الرسالة، هدف كان على باله، كان في أحلامه، كان في خاطره، كان في خاطره، وسجل خالد سالم هدف لمصلحة الهلال، سجل خالد سالم هدف لمصلحة الصبحي، مقطوع لمصلحة الهلال. أحمد حويطي، تامر السيام، تامر السيام، والسقوط والبينالتي، وبتقدير حكم المباراة يقول فيها ركلة جزاء على البطاط. تامر السيام فيها جول، جول فيها جول، لا تضيع من تامر السيام، تضيع من تامر السيام. في القائم الأيمن، نفذها بشكل جميل ولكن راحت في القائم الأيمن، والتعادل مرة واحدة في نتائج الهلال خارج ملعبه، ملعب فيصل الحسيني بالرام، كرة بين باسل صبحي، راح باسل صبحي، باسل صبحي، باسل صبحي، جول 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 جول. جميلة يا ولد، جميلة من باسل صبحي، ضربة معلم، ضربة معلم من باسل صبحي، يهدي الظهرية، هدف تقليص الفارق في هذه اللحظات. انت انطلاقة جميلة في الناحية اليسرى، تمريرة براء البطاط، انطلاقة باسل صبحي، شوف التصويبة القوية في الحارس في مرمى اللاعب باسل صبحي، يقلص الفارق 2 لهدف. هكذا نطمع في مباراة هدف.